نرجع تاني مع بعض وانضم لنا طبعا اتنين من المدربين المميزين جدا في القسم الثاني، كابتن شديد قناوي طبعا نجم نادي المنيا السابق ومدير الفني لفريق تليفونات بني السويف الحالي. كابتن شديد ازاي حضرتك؟ كابتن كريم اهلا بيك والف مبروك على النهار الرياضه الجميله اللي انت وحشتنا دينا. الله يخليك كابتن شديد، الحمد لله النهارده امتعتنا يعني. الله يخليك كابتن شديد. كان يعني كابتن خالد جلال طبعا مدير الفني لمنتخب السويس متالق في الممتاز بيه ونجم نادي الزمالك طبعا السابق. ازيك كابتن خالد؟ ازيك كابتن كريم؟ ببارك الاول على عوده القناه العملاقه النهار رياضه، وافتقدناها في الفتره اللي فاتت ورجعت بقوه يعني ما شاء الله. النهارده تغطيه جميله جدا لكل المحافظات وكل يعني استمتعنا بصراحه النهارده. الله يخليك كابتن خالد. الله يخليك. عايز اقول بس سريعا كده نتائج الاسبوع الثالث في الممتاز بيه. هنبدا بالمجموعه الاولى، قنا مع مركز شباب طامية، التعادل السلبي 0-0. الواسطة والأسيوطي 5-0 النهاردة لصالح الأسيوطي. الفيوم وبني سويف 1-1. البداري وديروت 2-0 لصالح ديروت. كيما أسوان ونصر الفكرية 1-1 في ملعب كيما. والمنيا والمدينة المنورة 0-0. طهطا وسوهاج 0-0. ولقاء الجونة والألمونيوم تم تأجيله بسبب الأمطار والسيول في محافظة البحر الأحمر. المجموعة الثانية، نجوم المستقبل والاتصالات 1-0 لصالح نجوم المستقبل. منتخب السويس اللي بيقوده كابتن خالد جلال فاز امبارح على الترسانه 2-1 في السويس. كهربة اسماعيليه والزرقاء 2-0 لصالح الكهرباء. شرقيه الدخان والنصر النهارده في ملعب الدخان 1-1. جمهوريه شبين والمريخ 1-1. القناه والبنك الاهلي النهارده كانت مفاجاه، يعني البنك الاهلي قدر يفوز على القناه 3-0 في ملعب القناه. وتقدم كابتن احمد الكاس باستقالته بعد المباراه، ولكن تمسك اداره نادي القناة ببقاء الكابتن أحمد الكاس. كمان فريق سيراميكا كليوباترا قدروا يفوزوا على الشهداء 7-0 في استاد القاهرة النهاردة، نتيجة كبيرة جدا. اتحاد الشرطة والسكة الحديد تابعنا طبعا المباراة على الهواء مباشرة، وفوز السكة الحديد على اتحاد الشرطة 2-1. ولقاء اف سي مصر مع كوكاكولا انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2. مجموعة الثالثة، مجموعة اسكندرية وبحري، الأولمبي ونباروه 2-1 لصالح نباروه في ملعب الأولمبي. المنصورة وبلدية المحلة 2-0 لصالح المنصورة. حرس الحدود ومياه البحيرة 4-1 لصالح حرس الحدود. الرجاء وبدر 2-0 لصالح الرجاء. مركز شباب كوم حمادة والحرية 1-1. دمنهور والحمام 2-0 لصالح دمنهور. دي كيرنس وصيد المحلة 0-0. كفر الشيخ وفاركو النهارده استطاع فريق كفر الشيخ في الشوط الثاني ان هو يتفوق على فاركو 2-1. غزل المحلة وشربين 3-0 لصالح غزل المحلة. طبعا يعني دي نتائج الاسبوع الثالث من بطوله الدوري الممتاز به. يوم الثلاث والاربع اللي جايين ان شاء الله هيبدا الاسبوع الرابع في المجموعات الثلاثه. خلينا يعني نتناقش النهارده مع كابتن شديد قناوي وكابتن خالد جلال في فرقهم ونتائج الماتشات، وايضا في المشاكل اللي هم بيواجهوها في القسم الثاني. احنا قلنا لكم الفتره اللي جايه ان شاء الله النهار رياضه هتذيع لكم كل اللقاءات الممتاز به، ففي نفس الوقت هنتابع كل السلبيات اللي موجوده في المسابقه، كل الايجابيات اللي موجوده في المسابقه، عشان نحاول نطور المسابقه ان شاء الله وتكون مسابقه قويه جدا تخدم الكره المصريه في الفتره القادمه. هبدا بالكابتن شديد قناوي طبعا نجم كبير اللي عنده ثلاث لعيبه بيلعبوا في الدوري الممتاز، احمد شديد ومحمد شديد ومحمود شديد. تمام، يعني عيله لعيبه كوره كلها. كابتن شديد كروي الله يخليك يا كابتن خالد. التليفونات بني سويف، انا سامع في مشاكل ماديه السنه دي في الفريق. والله انا يمكن جاي لحضرتك مخصوص عشان كلمه مشاكل دي، احنا عندنا مشاكل جامده جدا جدا جدا. الاستاذ الرئيس كان بيطالب ان الشباب تفرغ طاقتها في الاماكن العامه زي الملاعب اللي احنا بنتمرن فيها، وعندنا اكتر من 300 لاعب وبراعم بتاع 500 لاعب. دي اسر كتيره فاتحه بيوت زي ما انت عارف، عمال ومدربين وكل اللي انت عارفه بالنسبه لشق كره القدم ده. انا يعني لما بدانا كانت التليفونات هيبط السنه اللي فاتت، وسبت المنيا ورحنا عشان نبقى في ابقنا الفريق في الدوري الدرجه الاولى اللي احنا فيها. وعمل معانا الاجتماع السيد المهندس رفعت الجنيدي في مصريه للاتصالات، رئيس الشركه اللي هو رئيس النادي، رئيس الشركه تامر جبلة، ده رئيس الشركه كلها. أيوه. اما رئيس نادي تليفونات بني سويف هو المهندس رفعت الجنيدي، وقعد معايا في مصريه للاتصالات وقال انت طالب يعني ايه المطلوب عشان نصعد؟ قلت له مبلغ معين. من بعد القعده دي انا ما شفتش حد خالص قعد معايا، مع اني معايا عقد 7 و8 و9 و10 ما مضيناش. وحتى كمان قال اعمل لي فريق اسمه الامل والغي موضوع التعاقدات اللي هي التسعينات، وعملنا فعلا
فرقه الامل ب 15000 وب 12000 لعيبه صغيره بس ممتازين لعيبه. انا بحييهم من خلال حضرتك لان اتحملوا ما لا طاقه له. يعني احنا بيفطروا الكلام ده مش عيب عشان اقوله قدام كل الساده المشاهدين ومن خلال قناه النهار. ده ماتش التليفونات بين السويف والفيوم. الفيوم اللي هو اللي كان في الماتش الاخير 1-0 صح الفيوم. فكابتن كريم لما جينا عملنا الفرقه دي عملنا فرقه الباشمهندس احمد سعد المشرف عمل الكوره والكابتن احمد شعبان مدير الكوره وعملنا فرقه محترمه جدا هتشوفها وان شاء الله في الايام اللي جايه انا بقول لك من خلالك انا بنقل لك الصوره كامله ومش عيب ان انا اقول الكلام ده. انا بقول يعني انقذوا نادي التليفونات. اذا كنت هتجمدوا النشاط فجمدوا النشاط عشان حتى الناس دي تعرف تتصرف. اذا كنت هتستمروا في المسابقه ساعدونا لان مفيش حد. طب يعني حضرتك مش قلقان انت تقول الكلام ده وحضرتك مدير فني ممكن الاداره تزعل منك؟ لا مش قلقان من حاجه. انا مدير فني متعاقد مع نادي التليفونات بني سويف وما بسيقش لاي حد. بقول لك حقيقه لعيب كره القدم احنا بندي 5 جنيه فطار للعيبه وانت طبعا كنت لعيب مغترب ولعبت قبل كده في كل انديه لعبت قسم تاني كتير بالظبط. فانا لما اجي النهارده عندي بقول لك افضل لعيبه موجودين في المجموعه. انا بقول لك انا بدرب من سنه 91 افضل لعيبه موجوده هتشوف ان شاء الله في الفتره اللي جايه دي لعيبه ممتازه جدا في تليفونات بني سويف. انا اللي بطلبه من السيد رئيس مجلس الاداره انه دعم الفريق الرجاله المحترمه دي اللي عايشه في نزل الشباب وانت عارف كمان نزل الشباب وبمبلغ قليل جدا ومش بقارن نفسي بالاتصالات عشان ما حدش يقول انا ماليش دعوه بالاتصالات. ده نادي وده نادي. ده ليه مجلس اداره وده ليه مجلس اداره. احنا المفروض يبقى لينا دعم ولينا يد المعاونه عشان نقدر ننهض بهذا الفريق بالشكل اللي انا قلت اللي انا جاي عشان النهارده عشان اقول لك انا مش قلقان من اي حاجه. انا اللي قلقان منه ان يتوقف. احنا شغالين دلوقتي بالجهود الذاتيه. انا يوم ماتش البداري عشان اكافئ الاولاد انا واحمد سعد واحمد طلعنا المكافاه من جيبنا ودفعناها في الاتوبيس دافع للاولاد المحترمين 8 و9 و10 ما خدوش ولا كابتن كريم 3 شهور ما خدوش اي حاجه. واللي انا بقول لك عليه ده اللي احنا ماشيين بيه بنتمرن لابسين شكله حلو. الجهاز الفني كله من ابناء الشركه ما بياخدوش اي مرتبات. انا لحد دلوقتي ما خدتش ولا مرتب ومش عايز من مرتب من حد لان انا عايز اللعيبه هي اللي انا السلاح اللي انا بلعب بيه هو اللي انا عايزه يستفيد هو اللي عايزه ياخد حقه. زي ما انت قلت النهارده انت عرضت كل الماتشات هو الدافع للولاد دلوقتي الموجودين القناه من خلال حضرتك ان الناس تشوفهم عشان ينتقلوا المكان تاني. يعني حبيت ادعمهم بحاجه نفسيه العبوا لنفسكم يعني النهارده العبوا وابقوا في الدوري مش طالب منكم المركز الاول طالب منكم تبقوا في الدوري بالشكل الجيد عشان نقدر نساهم بقدر كبير جدا الاسر دي تستمر معانا في 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 الدوري من خلال اللعيبه كابتن كريم. وانا يعني المشكله كبيره بس انا زي ما انت قلت حضرتك انا مش هغلط في حد ولا بغلط في حد طول عمري انا بدرب بقول لك من 91 انا ما بغلطش في حد خالص. اللي انا بغلط فيه ان انتوا سايبيننا ليه. يعني انا بناشد يعني معلش السيد رئيس الجمهوريه ان احنا كفريق تليفونات 30 اسره اللعيبه غير المدربين غير 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 فين ما بناخدش اي حاجه. يعني حتى تفرغ طاقات الشباب دي فين. يعني انا بسال سؤال ليهم هنفرغ طاقات الشباب الجامده جدا يا كابتن كريم. احنا معانا 97 و98 و96 و95 ده فريق تليفونات بني سويف انت شايفه ده ما عندناش غير ده. ماتش البداري يا كابتن شديد اللي انتوا كسبتوه 1-0 ده ماتش البداري ومعانا مجموعه ممتازه جدا والبداري على ملعبها ما بتتغلبش يعني صعب جدا لانه كان اول مباراه هتتغلب اتغلبوا النهارده كمان اتغلبوا النهارده ودول لعيبه كلهم ملعب كمان برضو مش يعني صعب مش جاي استقبلونا استقبال جيد انما اللعيبه اولادنا دول رجاله انا بعتبرهم رجاله بيقاتلوا بشكل جيد وهيستمروا بهذا القتال لنهايه الدوري اللي انا طالبه ان احنا نقف جنب الاولاد دول. طيب خلينا نروح للكابتن خالد جلال والبدايه جيده من منتخب السويس ودايما منتخب السويس يعني بيبقى قريب جدا من الصعود على مدار سنتين اللي فاتوا يا كابتن خالد ولكن في النهايه برضو الصعود صعب. يعني فرقة واحدة بتصعد وبيبقى في دور الترقي ويعني الموضوع صعب جدا لكن البداية كويسة السنة دي لعبت 3 ماتشات كسبت 2 ماتشين امبارح قدرت تكسب الترسانة 2-1 كمان في مباراة صعبة. هو خلينا برضو نقول يا كريم ان طبعا السنة دي سنة استثنائية بالنسبة للممتاز به يمكن يعني الجمع ما بين المجموعات وخاصة القاهرة والقناة دي ادت قوة جامدة جدا للدوري سواء الصعيد سواء القاهرة والقناة سواء لبحري فاعتقد ان بقى يعني لو هنقول دوري ممتاز معدل ممكن نقول يعني دوري قوي جدا دوري
في فرق لعبت في الدوري ممتاز كتير، القناة، الترسانة، البلدية، دمياط، أنا بتكلم على كل المنيا، يعني ناس كتيرة جدا، بلدية المنصورة، المحلة، صح. يعني أنت دلوقتي بتتكلم في فرق بيبقى الماتش شغال وانت مش عارف مين هيكسب. النهارده الشرطه بيلعب السكه، دمياط بيلعب القناه، المنيا بيلعب الالومنيوم، يعني حاجات بتبقى صعبه جدا للتوقعات. فاعتقد ان دي مرايه بقى كويسه جدا يا كريم، ان دلوقتي اللعيب كان بيعرض نفسه، لا نبص على دي مباراه امبارح المنتخب السويس والترسانه كسبتها 2-1. بالظبط كده. وانت شايف الملعب يا كريم، ملعب عالمي، افضل الملاعب اللي ممكن تشوفها يا كابتن، ملعب جميل. شديد، ملعب جميل جدا. اعتقد ان برضو فريق الترسانه فريق كبير جدا، وكانت مباراه يعني رائعه، يعني انا بعتبرها مباراه في الدوري ممتاز. امبارح كان طبعا احنا اتبغتنا بجول في اخر ثانيه في الشوط الاولاني، وحصل حاجه غريبه جدا ما بين الشوطين واحنا طالعين الملعب، لقينا حاجه غريبه جدا اول مره اشوفها في حياتي، الدنيا ظلمت وعواصف ورعد. ده الجول اللي هو دخل، يمكن علاء ابراهيم من الاجوال المميزين جدا، وشال كورتين يمكن صعبين جدا في المباراه. ترسانه تقدم يا كابتن، دي في اخر ثانيه في الشوط الاولاني. فطبعا واحنا نازلين الملعب اصروا الترسانه والحكام ان احنا نستكمل المباراه، رغم ان كان في سيول، انا ما كنتش شايف الكوره، مطر وسيول يعني كده. انا اول خمس دقايق في الشوط الثاني مش شايف الكوره، يعني فقلت لهم طب ازاي يعني احنا دلوقتي ازاي اللعيبه هتشوف والدنيا مظلمه وعواصف ورعد، الكلام ده مثلا الساعه 3 4 العصر، يعني انا مش عايز اقول لك انا كاني نازل في حمام سباحه، يعني انا الكوتشي والشراء كل ميه، يعني كل ميه. فالحمد لله احنا عملنا شوط عالمي الشوط الثاني، يعني الشوط الثاني يعني انت عايز تكمل لكن كملت وهم عايزين يكمل، لا لا حفاظا بس على يعني نشوف كوره، ما كنتش شايف كوره، ما هو كسبان 1-0 فعايز يكمل بالظبط كده. فقدر الله ما شاء فعل، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فبدانا الشوط الثاني كاحسن ما يكون، ضغطنا الترسانه. الملعب بقى كان المبلول ولا كان خلاص؟ بقول لك سيول آه. بس الحمد لله بعد 10 دقايق الدنيا هدت شويه، فاعتقد ان بخبرات لاعبينا، يمكن ده الجول بتاع اسماعيل من عرضيه يحيى حامد، وطبعا احنا احمد زغلول عندنا برضو خبرات على فكره، علاء ابراهيم لعب، احمد شوشه لعب دوري ممتاز، سيد محمود، اسماعيل ده علاء ابراهيم اللي هو حارس المرمى، علاء ابراهيم اللي هو حارس المرمى صديقي كان معايا في بتروجيت قبل كده، محمود جمعه ده كان في الناشئين الاسماعيلي، البحراوي، يعني عندنا البنداري مسعد، عندنا يحيى حامد لاعب امبي، زغلول، مقصه، دروجبا، طارق سعد، احمد رأفت، عندنا الحمد لله خبرات كويسه جدا جدا في منتخب السويس. فقدرنا ان احنا على فكره كريم اما تبقى مغلوب برضو من فريق بحجم نادي الترسانه 1-0، اعتقد ان انت رجوعك للمباراه تاني في تاني شوط، اعتقد ان برضو منتخب السويس يملك القوه والقدره ان احنا الحمد لله ننافس بس خلي بالك كابتن خالد، يعني النادي منتخب السويس ده بالنسبه للسويسة هو نادي المحافظه، مع احترامي طبعا لبتروجيت وكل حاجه، لكن ده المنتخب الاصلي بتاع مدينه السويس اللي هم بيعشقوه، وجماهير بتتمنى بقى لها فتره يرجع له الدوري الممتاز. انا مش عايز اقول لك كان تشجيع جنوني، يعني انا كنت حاسس ان ورايا 40,000 وهم مثلا لا يتعدوا 50-60 واحد. وعلى فكره في حاجه بس موقف صغير قوي، انا رحت الشرقيه قالوا لي خلي بالك الكابتن حسن صعد بالشرقيه، قلت لهم حاضر صعدت انا بيهم الترقي، بس جيت السويس قالوا لي خلي بالك كابتن حسن صعد بالسويس، قلت طب وبعدين تروح المنيا بقى المنيا فطبعا دي كانت موقف بس من المواقف، ولكن طبعا فريق منتخب السويس يمتلك ملعب جميل جدا، يمتلك جمهور كبير جدا، اعتقد ان فرصتنا يعني متساويه مع كل الفرق، لان كل الفرق خلي بالك كل الفرق مدعمه، يعني السكه مدعمه، الشرطه مدعمه، النصر، الدخان، كل الفرق، سيراميكا دي اللي مفاجاه النهارده كسبت الشهداء 7 يعني بتدي لك ايحاء ان نجوم المستقبل دلوقتي اول أو. يعني في فرق، دمياط لسه قادم، المريخ، جمهورية شبين، البنك الاهلي، البنك الاهلي كسبان 4-3 في مفاجاه برضو كبيره جدا بالنسبه لنا شخصيا. فاعتقد ان الدوري صعب جدا وصعب التنبؤ لاي مباراه. طيب مشاكل المنتخب السويس، يعني كابتن شديد قال لي عندنا مستحقات الماليه والدعم قليل جدا
وبيخاطب. ده مش مفيش يعني مش قليل يعني معدوم. لا معدوم. مشاكل المنتخب السويس ايه؟ طبعا احنا بدأنا في ظروف اكثر يعني من صعبة. يعني انا اصممت ان انا ابدأ في 1/7 ما كانش فيه جنيه في النادي برضو. لكن بجهود المحب النادي ابتدينا ان احنا نجمع فلوس ان احنا يعني جهود ذاتية من خارج ميزانية النادي من خارج خالص. ابتدينا بس انا عيب ان انا اقول الكلام ده بس برضو بقوله لحق الناس دي انها فعلا ساعدت. كابتن خالد وكابتن اكيد عارف الكلام. شركة فيوتشر ميديا اللي هي تملك قناة النهار رياضة كويس مع ميديا لاين طبعا اشتروا البطولة بمبالغ كبيرة جدا 66 مليون في سنتين. بالظبط. فالمفروض الفلوس دي هتتوزع بنسبة دي اللي تنفعنا على الأندية. هيبقى في دعم كبير لأندية القسم الثاني. ما احنا في انتظار الدعم ده لسه ما وصلش. لا لسه بس هيوصل ان شاء الله نفك بيه الأزمة دي كلها. دي أزمة تقيلة قوي عندك. أزمة جامدة جدا. فأنا عايز أقول إن ده كان في البداية طبعا في فترة إعداد وكان لسه الكلام ده كله في علم الغيب يعني. أيوة. احنا كنا لسه بنبدأ. فبقى الحمد لله بجهود بعض أعضاء مجلس الإدارة الحمد لله جمعنا وقدرنا إن احنا نبدأ في ظروف أكثر من صعوبة. ولغاية دلوقتي ليه فين اللعيبة ليها مستحقات من السنة اللي فاتت؟ لكن أعتقد إن احنا مجلس الإدارة برضو ماشي على الطريق الصحيح إن احنا برضو في قطعة أرض إن هم بيأجروا المزاد خلاص في آخر الشهر ده محلات. يعني منتخب السويس يا كريم قادم يعني منتخب السويس السنة الجاية هيبقى من افضل الانديه ماديه. نتمنى والله. بس انا احنا واحنا دلوقتي في ازمات ماليه يعني احنا انا كسبت الماتش ده نفسي ان انا برضو تكمل. يعني ادي اللعيبه مكافاه والكلام ده كله بحيث ان احنا نستمر في المنافسه الصعبه جدا السنه دي عشان اللعيبه كمان معنويا تحس ان هي كسبت وعملت حاجه كويسه وتكمل. بالظبط كده. وانا بشفق على الانديه والله. انا بجد يعني تليفونات بني سويف دي هو في اغنى يعني مش عارف يعني 200 مليون جنيه ده يعني نشاط الرياضي يعني للدعم اللي هو الدعايه ما فيش يعني بالنسبه لنا ما فيش حاجه يعني. فاكر يا كريم اتحاد عثمان اللي هو لغى؟ انا بزعل على الفرق اللي هي بتبقى بتملك امكانيات ومره واحده بتلاقي الفرق دي مش موجوده. فانا برضو بزعل على الفرق دي. فاعتقد ان برضو فرقه زي تليفونات بني سويف فريق كبير ولعب دوري ممتاز يعني يا ريت المسؤولين يبصوا للفريق ده بنظره تانية ويدعموا الكابتن شديد لان ده هيبقى قوه للرياضه كلها فقط. اكيد. كابتن شيب بتلعبوا ماتشاتكم فين؟ احنا بنلعب في الاسيوطي بعد ما قدمنا لنا دعم الحاج محمود ان احنا كنا الاستاد بني سويف ب 5000 جنيه. ما فيش مكان نلعب عليه. الحاج محمود سمح لنا يعني كتر خيره ان احنا نبقى موجودين عنده نلعب ماتشاتنا في نفس اليوم. بنسافر من بني سويف ساعه عشان نلعب المباراه. واضيف لكلام الكابتن خالد رغم كل الظروف دي عندنا انضباط. اللي بيتاخر بيتخصم منه كذا ما فيش خصم بس بيكسب. عندنا مدير كوره يعني اقول له احنا بناخدش حاجه بتخصم ليه؟ يعني انت بتاخدش لا عنده الانضباط رقم واحد يعني ماشيين بنظام. اللعيبه تخش الملعب تلاقي 29 لعيب كره لابسين احسن زي من غير شراب. لا اللي بياخد خصم مش لابس الشنكار. كل ده مركون على جنب لحد بيجي فلوس الدعم. طيب. دي هنخصمها من العيال من اللعيبه على هسالك سؤالين وهسالهم للكابتن خالد. السؤال الاول عندك لعيبه مميزه تقدر تلعب دوري ممتاز ولو يعني لعبه الماتشات الجايه في الممتاز به تتسوق في شهر يناير لدوري ممتاز؟ عندنا لعيبه ممتازه جدا. لو في منتخب اللي انت قلت عليه النهارده بتاع المحلين ده هتلاقي اكتر من 5-6 لعيبه. عندنا لعيبه ممتازه جدا صغار السن. عندنا يعني الاثنين مهاجمين حسني وحليم وفتحي وفي نص الملعب ابو رضا. مجموعه ممتازه جدا عشان ما ادورش اقول اسماء. يعني طيب هل اذاعه الماتشات ليها تاثير ايجابي على اللاعبين السنه دي؟ اذاعه المباريات هي حجر الزاويه بالنسبه لي. هي الحاجه هو الدافع الرئيسي للولاد عشان يلعبوا لحد الموسم ما انتهي. طيب كابتن خالد نفس السؤالين. عندك لعيبه ممكن تقدر تلعب دوري ممتاز؟ لعيبه صغيره. صغيره انا اوريدي في لعيبه انا جايبها لعبه دوري ممتاز زي زغلول ويحيى حامد وشوشه ودروجبه واسلم واحمد سمير جاره محمود صلاح مصطفى حافظ. يعني في لعيبه عندي ممكن تلعب دوري ممتاز جدا. يعني لو الناس دي اتحطت تحت منظار لان زغلول ده كان عندي من 3 سنين لعب المقاصه. فاعتقد ان عندنا لعيبه تملك الامكانيات الفنيه وانها تلعب دوري ممتاز. طيب اذاعه الماتشات برضه تاثيرها ايه على اللعيبه؟ ده حاجه جميله جدا. انا بقول للعيب في احلك الظروف انت اعرض نفسك زي ما الكابتن شديد بيقول. بالزبط. يعني دي مرايه بالنسبه للناس انت ما كنتش مش شاف وكانوا بيسموك المظالم. دلوقتي اللعيب
وعلى فكره المدرب كمان المدرب انت بتشوف فكره في الملعب دلوقتي صح. تسمع عن الكابتن شديد وطبعا الكابتن شديد طبعا لعب دور ضرب دور ممتاز كتير جدا عميبا. لكن انت بتكلم على مدربين كمان مش موجودين في الصوره أي. بتعرف امكانياتهم الفنيه من خلال الملعب طبعا. طيب احنا يعني ان شاء الله الفتره القادمه كل يوم هنتابع كل لقاءات الممتاز وهنتابع كل مشاكل الممتاز. معلش النهارده طبعا وقت قصير شويه ان احنا اول يوم بقى كابتن خالد طبعا. وطبعا طبعا. كان عندنا فقرات كتير النهارده احنا شغالين من الساعه 1 بعد صلاه الجمعه. بشكركم طبعا كابتن شديد قناوي المدير الفني لتليفونات بني سويف. اتمنى لحضرتك التوفيق والاحمد والمحمود ومحمد شديد ان شاء الله في فرقه. بشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق يا كابتن. الله يخليك. بشكر كمان كابتن خالد. شكرا كابتن. ونتمنى المنتخب السويس كده دايما تقدم ان شاء الله ونشوفه قريب في الممتاز ب في الممتاز الف مع الاحترام والحياد مع كل الفرق. طبعا احنا بنتمنى لكل الفرق المنافسه الشريفه السنه دي والافضل يصعد ان شاء الله كابتن خالد. ربنا يخليك وانا سعيد ان انا معاكم النهارده وعوده قناه النهارده. الله يخليك. سلامي بقى لكل السويسه. انا لعبت كتير هناك في مع بتروجيت ودوري الشركات والبترول هناك فيعني السويسه حبايبي جدا طبعا. بكره ان شاء الله الساعه 3 استاد بلدنا مع الساعه كام؟ 2 بكره الساعه 2 ان شاء الله استاد بلدنا مع فايز ثروت. هيبقى تحليل كامل لكل لقاءات المجموعة الأولى. استاد بلدنا هيكون كل يوم بإذن الله مع زميلنا فايز ثروت. ويوم الثلاث والأربع هيكون إذاعة الماتشات على الهواء مباشرة بإذن الله. وبرضو يوميا الساعة 11 هيكون كرة كل يوم بإذن الله. استنونا دايما وقناة النهار رياضة. إن شاء الله الفترة القادمة تكون فترة مميزة جدا. بشكر كابتن شديد قناوي وكابتن خالد جلال وكل طاقم العمل النهاردة في كرة كل يوم. عمر الأيوبي طبعا وإيهاب الخطيب رؤساء التحرير. ونتقابل بكرة على خير إن شاء الله في نفس الميعاد الساعة 11 مع كورة كل يوم.